بطرد السفير الإسرائيلي بسبب المجزرة، بنعتبرها مجزرة اللي حصل في سيناء لجنودنا دون تحريك ساكن للجيش المصري. ليا أربع مطالب. أول حاجة سحب سفير مصري وتقليل إعادة التمثيل الدبلوماسي باستبداد إسرائيل، سحب السفير الإسرائيلي قبل السفارة الإسرائيلية مصر، ومنع الغاز عن إسرائيل أو تعديل الأسعار حسب الأسعار العالمية. لأن كام ديفيد فيها بنود مكحفة لمصر، فضلت مصر 30 سنة مظلومة. أي حاجة على الحدود تحصل مصر مسؤولة رغم أن الجيش بتاعها بعيد. لازم دلوقتي يحصل تعديل في البنود الجديدة في كام ديفيد اللي هي المنطقة جيم. لو ما حصلش أي تقدم في أي شيء يتم قطع العلاقات. شباب مصر الحر لن يقبل بسفارة ولن يقبل بعلم يرفع على أرض مصر إلا إذا كانت دولة محترمة تحترم القوانين وتحترم الدستور. كلام الشعب يمشي، كلام الشعب يمشي. ولا يبقى الدنيا.